عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير. مرحبا بكم كل عادة في بنا جديدة. توحشتكم برشا برشا برشا، هذاك علاش جينا لكن يدينا مليانة بكيكة ياسر بنينة، كيكة الكريم كراميل. هذه الوصفة انا نحبها برشا، وديما نقعد نلوج على الاسهل والانجح، الوصفات اللي تكون تعطيني بالحق نتيجة ياسر تحفونة. هذاك علاش حبيت نبرتاجي معكم الوصفة هذه بالمراحل امتاحة، والنتيجة اكيد مضمونة مع بعض التعديل البسيط تو نشوفوه مع بعضنا. اول حاجة البنات باش نعملو الكراميل اللي هو كطبقة اولى. عندي هوني نص كيس سكر عليهم ربع الكيس ماء. لهنا راهو الحكار بالكيس ماهوش بالجرام، باش هكاكا الناس الكل نجم تقيس بالكيس المتوفر عندها. دونك كيما شفتوا لهنا زدنا الماء السكر على خاطر بعد باش يعطينا لمعه في الكراميل ياسر مزيانه تو تراوها في الوجه نتاع الكيك نتاعنا. دونك كيما شفتوا باش نخليوه على غاز على نار هاديه حتى لوين يجمد بالطريقة هذه. شوفوا كيفاش رجع السكر بعد لذيب رجع سكر، هذه المرحلة اللي أنا حاجتي بها. نكمل نخليه سلة سلة حتى لين يولي كراميل، أما ردوا بالكم تحرقوه، راه لازم يكون هكا كراميل فاتح، ونتأكدوا أن السكر متاعنا ذاب على الأخر. به عندي هوني الفورمة اللي باش نعمل فيها الكيك متاعنا، دهنتها بالزيت. لهنا ضروري البنات تدهنوها بالزيت باش من بعد في ساعة ما تتقلب وما تشد الكمش. نصبوا الكراميل ونخليوه على جنب. توا باش نتعداو للطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثانية عندي زوز باكويت كريم كراميل اللي ريتوهم هذوما. عندي لهنا الطبق بالطبيعة نخليوه على جنب، هذاك التحذير المسبق. عندي زوز كيسين ونص حليب، وعندي نص كيس سكر. سكر لهنا تنجموا تستغنوا عليه. وعندي حكة القشطة هذه أنا حطيتها باش نجربها، لكن بصراحة ما عجبتنيش، دونك تنجموا تستغنوا عليها. أنا الوصفة وصورتها بال يعني بالكريم القشطة هذية، لكن انتوما نحيوها كومبليتمو إذا كنت تحبوا تجربوها. أول حاجة عملتها شديت الكسرونة اللي طيبت فيها الكراميل بالطبيعة، بعد لغسلناها زدنا الحليب والسكر، ولهنا زدت القشطة. كما قلت لكم لهنا ما تحطوهاش، تنجموا تستغنوا عليها على خاطر النتيجه بلا بيها كانت خير. دونك ونصبوا الكريم كراميل، نخلطوا كل شيء في البارد، ومن بعد بالفوي على غاز نار هاديه حتى لوين تذوب المكونات الكل وتطيب. لهنا باش نعرفوا انه الكراميل نتاعنا طاب، باش نجيب صحيفه نهز منها شويه. اول حاجه يبدا يفور، دونك وصل الدرجه اللي انا حاجتي بها، يعني ينجم يجبد في كي نحط هكا شويه في صحن يجبد. هذاك علاش أكدت قدامكم باش تعرفوا وقتاش نعرفوا انه الكراميل نتاعنا طاب. نجيبو صحيين نهزو شويه كي نجمد طفيو الكا، نصبوها على طبقه الكراميل ونخليوها تبرد في عقلها في حراره الغرفه، يعني ما ندخلوهاش للفريجيدير، هي راهي ديجا فيسا تبرد. توا باش نتعداو لطبقة الكيك، عنا هوني بيضتين، عنا هوني 120 غرام فارينة، نص كيس زيت، نص كيس حليب، شوية سكر حسب الحليوة اللي تحبوا عليها، وعندي 30 غرام كاكاو مر، وعندي باكو سكر فانيليا وباكو خميرة. هذم هما المكونات متاعنا. هكا كابتن عظم عملونا كيكة تعمل 66 كيف. باش نزيد هوني العظم وباش نحط معهم السكر بالتدريج. لهنا الحليوه انا حطيت شويه 50 غرام على خاطر عندنا الكراميل وعندنا الكريم كراميل ديجا الطبقه الثانيه هذيك بطبيعتها حلوه، دونك تنجموا تنقصوا كميه السكر. انا حطيت 50، انتم تنجموا تعملوا اقل. به باش نحط السكر الفانيليا والسكر الحبيبات والعظم، نركضوهم مليح مليح وقت اللي نعرف اللي هما دخلوا في بعضهم والسكر ذاب. باش نزيد نص الكيس الزيت ونص كيس حليب، نكمل نخلط. واخر حاجه نزيدوها هي الكيس الفيرينا، يعني 120 غرام مع الكاكاو منخولين الزوز، ونزيد عليهم باكو خميره البيكنج باودر او خميره الحلويات. نخلطوهم حتى لين تحصلوا على خليط متجانس. Thank you.
لتوني حضرنا فيه، خليت الكيك متاعنا الكريم كراميل متاعنا جمدت كيما تشوفوا، وليت سميكة يعني ما نخافوش. دونك بالنسبة لطريقة الطهو، الفرن متاعنا حطيناه سخون على 150 درجة بليتو يسخن. عندي هوني طبق البلار باش نطيبوها في حمام، لهنا راهو ضروري الماء لازم يكون سخون كي نحطوه في الطبق، بالطبيعة باش نعملوه في طبق أكبر وأوسع يرفع الفورمة اللي باش نطيبو فيها. دونك حطيتهم بعضهم الكل، حطيت الفورمة يعني في وسط الطبق، ولهنا خليت الكيك كملت زدته وديريكت حطيتها في الفور على درجة 150، كيما قلت لكم 150 160 20 دقيقة 25 دقيقة حتى لوين تشموا هيك الريحة البنينة فاحت. لهنا خرجت، أول حاجة باش نعملها نخليها تبرد شوية هكا على جنب، من بعد باش نخليها قرابة 3 ل 4 سوايع كافية في الثلاجة الوين تبرد تماما. لهنا بعد نخرجها من الفرجيدير، جبت هوني تحبوا تجيبوا سكينة، انا جبت هوني عود سنين وكملت هكا نحيت الجناب، جست عملت عود لسنين باش ما نجرحش الفورمة، هذاك علاش. دونك كملت قرقشتها نحيتها من الجناب وهكيكا تأكدت انه الكيك متاعنا تنحى يعني من القالب. لهنا كيف كيف باش نرجع نقلبها، حطيت شوية ماء سخون باش الكراميل الطبقة الاولى هذيك تذوب عندي شوية، وكي تتقلب فيسا فيسا تهبط وهكيكا نضمن اللي هي ما تتلصقش. لهنا اقلبناها وهذه هي كانت النتيجة بعد اقلبناها، شوفوا هيك الزين وهيك البنة، صدقوني من أنجح الوصفات. صف كو قلت لكم هيك القشطة يعني تنحيوها ما تعملوهاش في الوصفة، تجيكم نتيجة روعة 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 وبنينة على الأخر. شوفوا لهنا الموس يعني وين نقص ديرك زلقت يعني تلمو طرية تلمو شوشة، وهيك الكيك يذوب في الفم مسقي بالكراميل، حاجة تعمل 66 كيف. إن شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم البنات، أنا ما عادش باش نبت عليكم، صحيح عندي فيديو آخر ديجا قاعدة نحضر فيه. نلقاكم في أمان الله، ما تنسويش برشا تشجيع، نحبكم برشا، باي باي وبسلامة.